مركزيتكم. احنا مركزيتكم قريه دابونو محافظه البحيره. محافظه البحيره طبعا. احمد القناص العالمي. صور يا محمد. شغال. اعمل عليه خد زو يا احمد ما تفصلش زيك. محمد يا محمود. هات هنا كده. تعال هنا هات. واخد العشاء وروح يا خالد. قناص. قناص. الله منورنا يا جماعه. عم ربيع احمد ابنه وعم عماد ابو محمد ومحمد ابنه. صباح الفل اخواتي طبعا ابو احمد وابو محمد واحمد ابن اخوه محمد. صباح الفل يا رجاله. ادبح حد ابو هيك. بس دي كبيره. ايه يا جماعة؟ الله ينور عليك. احتي يا جماعة. ماشي وقعت جوه. ممكن لو مديت ايدك. يلا افتح. خش يا ابو هيك. بسم الله. طبعا يا جماعة بتفرفر. بسم الله الله اكبر. ايه يا جماعة فرفر لسه. الله ينور عليه. لكم معانا يا جماعة. خش. الله عليه. بسم الله ما شاء الله. الله ينور ابو هيك. حبيبي خان. صباح الفل جديد. معانا يا جماعة عم ربيع واحمد ابنه وعم عماد. رايحين الرحلة الرشيدة يا جماعة. احنا مسا عليكم. لكم معانا يا جماعه. كل اخواتنا وحبايبنا رحله النهارده يا جماعه الرشيد مع ابو احمد اخويا الكبير ابو احمد وجوز اختي. صباح الفل. صباح الفل عماد ابو محمد. احلى صباح على اخواتنا وحبايبنا. لكم معايا. خش يا ابو هيك. رحله موفقه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الدراوات الارضيه بتطلع السيل. لا العقرب اللي جوه ده هناك عند الشوربه. الله ينور. ها قبل ما تنزل بقى. بسم الله الله اكبر. ها بقى عشان لسه قربت تخلص. اهي لسه بتصحي يا جماعه. اهي نهضها يا جماعه ويا صحي. اهي لسه صحي بس منها جايه في دماغها. يلا نلحق ندبحها بسرعه. ايه يا جماعه نصو. اهي علي هنا ده العلاج في الحلقه. انزل يا خالد حتى من عندك. اهي طبعا يا جماعه الطريق جت لنا هنا. كانت هتقع البار التاني مش هنعرف نجيبها لانها طايره جايه هنا. طبعا الفل يا ابويا. بسم الله ما شاء الله. لكم معانا يا جماعه. عمك جايب شط على طول. طبعا يا جماعه القناص شايف فردتين واقفين على الفرع. بس يقول لي على الفرع. هاي ماشي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. يا فاي هتخلص. يا جماعه لسه صاحي اهي. قطوعي ماشي في البر التاني.
هيا يا جماعة كنا سوي اليوم اهي، عايزة كمان طلقة، لان لو نطت في الترعة مش هنعرف نجيبوه. بس الحقها بقى، الله ينور عليه. يا جماعة 10 على 10. الله الله بويك. الله بويك. الله الله عليك. كان واحدة بويك. الله عليك يا خالد. اهم حاجه المايك يا جماعه. خليكم معانا، معانا عم ربيع، عم عماد، وبعض على احلى صباح على كل الساده المشاهدين. اهم حاجه المايك يا جماعه، هات ابيض والرشيد هنفتحه ان شاء الله. تبع الفل هاي هات هذه كنس كنس كنس. بس مسافة بعيدة يا جماعة. الله ينور ابو هيك. الله ينور. طبعا يا جماعة لقيناها في وسط البصل. ده جنين يا خالد. هم بيتخانقوا ما هم. كيش. ما هو كيش اه. بس عشان ما يجريش بقى شوية. يمشي استعدل له بس. بس. العربية ده هتحفش بسرعة. بسرعة يا خالد. ركز يا خالد، طرف ايدك تحت شوية عليهم. طب ماشي يا عمر، تاني شدها كمان واحد. هات اللي على السكه دي حسب العربيه. هات اللي على السكه ده ماشي. ايوه كده، الله ينور عليك. حلاوتك يا ابو هيك. اللي هات التانيه بقى الاخرى. هو عاوز يجيب جاي. الله ينور. اه ده واحده يا جماعه، هي اتخلت ضاربها وهو راكب العربيه من على المسافه. محمد بقى الله ينور يا غالي. طب يلا عشان تذبح، عشان تصحي لسه. حل خد مسافة يا جماعة بعيدة. ده بس واحدة بس. لا خش مأمنة. بس يا واحد بس. يلا هاتوها بقى. جواز يا جماعة. شنو اي. قدامك اي. حط ايدك عليها على طول عشان نطيه. كوبري فلاقة يا جماعة مع ابو هيك العلم. طبعا في دمنهور. تحياتي لكل حبايبنا في دمنهور اللي بيتابعونا. تحية كبيرة لكل حبايبنا اللي بيتابعونا من دمنهور. طبعا يا جماعة احنا كنا في الرشيد. اهو يا حبايبي. ايش سوالي؟ احسن راجل. اه كوبري فليقة يا جماعة، ده كوبري فليقة اهو. ده المسجد ده بينبني جديد. طبعا كتير هنا.
عد خلاص مش عارف يا واحد قدام السي هاي ايوه يا ابو هيكل يا عسل انا عايزك تيجي تصب على عمك ربيع وعمك عماد ابو محمد. صباح الفل عليكم وعلى كل حبايبنا في كل مكان وكل اللي بيشاهدونا. احلى صباح عليكم. صباح الفل يا ابو هيكل. ماشي عاد اللي فوق فوق ده كده كده هتقع مضروب من ورا مش عارف تقف على الافرح تاني. ايه يا جماعه الاثنين بسم الله ما شاء الله. عندي الاول اهي بسم الله الله الاثنين يا جماعه هم الله ينور عليه اثنين هم عليك يا ابو احمد يا عسل. احنا عشان نخش حرب وخلص على كل الاعداء. حبيبي يا ابو احمد احلى صباح. طبعا النهارده يا جماعه حبيبي. انا رايحين الرشيد مع ابو احمد مطلعنا فسحه يعني صباح العسل عليكم يا يلا حبيبي روح ده محمد بسم الله الله اكبر روح عكوشك يا ابو هيك صباح عكوش هنجيبوها ازاي بقى انا ربيه خليكم معانا ايه يا جماعه بسرعه النبي خش الله يخليك حق ايه يا جماعه ما تفوس نفسك تحرق يا خليل ماشي الله على الثانيه هناك ايه عامل حاجه بقول لك انت قناص طب يا محمود بحوها جري عشان ما حللوها بس حرام نسمي عليها يعني يا ابو هيك تعالى الثاني ايكم انا اذبحوها بقى روح اذبحوها يا عبد الرحمن اللي واقف على السلوك لا على السلوك يا محمود الزمن خالص كنا رجلي يا عم محمود الشمس ضربه في عينينا هي طالعه ايه هاي هاي هلا بسم الله الله اكبر هي مضروبه ولا ايه؟ ده اللي انا ضارب لا يا اخي والله اللي انا ضارب ده اللي جابها هنا ما شاء الله جميل اتخبط حتة حلوة يا جماعة بسم الله ما شاء الله يا جماعة بسم الله ما شاء الله 10 على 10 اي ما شاء الله الله ينور يا ابو هيك مربوطة في دماغك 10 على 10 انا بقف فين يا جماعة وليه معوم قدامك جاي ضربه ونازل جايبه على طول قبل ما يخرج معوم يا جماعة اضرب واحدة واوريكوا ضرب ما تورطش
استنى اصبر بقى. يا خيبتك يا خالد، يا خيبتك. خيبتك مركز ايدكو قرية دابونو محافظة البحيرة. طبعا يا جماعة انا النهاردة عند رجل الطيب عم رمضان عاشور، طبعا سايبنا الناس المحترمين اللي احنا بنتشرفوا بهم والله. الله يبارك لك يا حاج. واحنا النهاردة يا جماعة طبعا عاملينها فسحة كده، وعملنا رحلة اللي انتوا حضراتكم شفتوها ديت، وجينا عشان نشوف الناس الطيبين دول. الله يبارك لك. الله يبارك لك. نتشرف بكم يا عم رمضان. الله يخليك يا حماد. الله يبارك لك. وطبعا ابو احمد اخويا الكبير طبعا اللي بيشرفنا ونورنا في كل الله يكرمك. ربنا يبارك فيك يا عم. الله يبارك لك يا رب. هنقول للناس تعملوا ايه؟ احلى لايك. احلى لايك. الله يبارك فيك. ماشي يا حبيبي. السلام عليكم.